السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير. اليوم جايب لكم تشكيلة بسيطة وسهلة وما تستهلك كثير. مثل ما نشوف التشكيلة، بيها برميل غول وساحر ومينيون وسهام ومنطلق أو ذاب وبرابر مميزون وأمير الظلام وساحر. الصراحة هاي التشكيلة كلش بسيطة وتعتمد على كارتات نادرة وعادية وممتازة وما بها اي بطاقات اسطورية، وهي مناسبة كلش للاشخاص اللي يفضلون الوحدات الارضية والتشكيلات الارضية على الوحدات الجوية وما يفضلون استخدام الصاروخ. هذه التشكيلة بالنسبة لي كلش فعالة ضد السباركي، ودائما افوز على اشخاص يستخدمون السباركي بهذه التشكيلة. اهم شيء انه ما تستعجل وما تستخدم كل بطاقاتك في البداية، ونفس الوقت يحتاج لها شوية تركيز. راح اترككم ويا هذه المباراة اللي توضح طريقة استخدام هذه التشكيلة، واتمنى تكون مفيدة لكم. مثل ما شفتوا بهذه المباراة قدرنا نفوز، والخصم كان مو سهل وحتى عنده أكثر من بطاقة أسطورية، وبنفس الوقت منعناه من أن يستخدم السبارك ومنعنا السبارك من يضرب الأبراج مالتنا بأي ضربة. أتمنى تكون استفاديتوا من هذا الفيديو، تمنياتي لكم بالموفقية، ونلتقي وياكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، ومع ألف سلامة.